هل يجوز الاشتقاق من الأفعال في القرآن؟ وإن كان يجوز هل يجوز تسمي بها ككذا؟ بالنسبة للأفعال هو يقصد بذلك أي أن نشتق من الأفعال الدالة على فعل الله عز وجل اسما لله. لا، لا يجوز أن نشتق من أفعاله سبحانه وتعالى اسما له، يعني ويمكرون ويمكر الله. إذا من أفعال الله تعالى أنه يمكر بالكافرين، هل نشتق من هذا الفعل اسم لله فنقول إن من أسماء الله عز وجل المكار أو المكر؟ لا. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إذا من أفعال الله عز وجل أنه ينزل القطرة من السماء، هل نقول من أسماء الله عز وجل المنزل الموقد؟ لا، فلا يجوز أن نشتق أسماء الله تعالى من أفعاله.